الحمد لله. ايه يا خالد، ان انت تفوزي بجائزه احسن سنتر بلوك في بطوله افريقيا، اعتقد ان ده شيء جيد جدا. بيمثل لك ايه؟ وعشان تحافظي على المستوى ده السنه الجايه هتعملي ايه؟ اكيد ده بيمثل لي حاجات كتيره جدا. الجائزه دي طبعا في بطوله مهمه زي دي، هي طبعا ما كانش ليها طعم قوي عشان احنا خسرنا البطوله، بس طبعا هي تعني لي كتير وهتخليني ان انا عايزه الفتره اللي جايه انزل ابذل مجهود اكتر من كده بكتير عشان احافظ. صعب ان احنا نحافظ على النجاح، فلازم نبذل مجهود اكبر من كده بكتير عشان دايما ابقى في نفس المستوى واقدر ان احنا نحقق بطولات اكتر وان احنا اقدر ان انا احقق يعني حاجه زي كده تاني يعني.